بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة هند عبدالعزيز القاسمي، رئيسة نادي الإمارات الدولي للأعمال، وهو نادي على مستوى 40 دولة. أتمنى أشوفكم إن شاء الله يوم 17 في دبي وومنز ران. على فكرة أنا مسافرة وراجعة مخصوص لأحضر هذا السباق، أتمنىكم تكونوا معنا. نادي الإمارات وكسيدات في هذا النادي أول مرة نشارك، وإن شاء الله تكون وتتكرر كل عام. هي ليست تحديات، وإنما نحن نطلق عليها تحديات حتى نشجع نفسنا على أن احنا ننجز هذا الشيء. كثيرا ما تمر به المرأة العربية والمرأة الخليجية والإماراتية أيضا بالذات لتحديات معينة، لكن باستطاعة المرأة العربية وأيضا بالدعم الحكومي العربي ودعم حكومة الإمارات ودعم أصحاب القرار اللي شجع المرأة على أن تدخل كل المجالات.